هذا الشيء رانا نعايروه في الميدان كي هما تسيبوش ولا ما نحدوش العوده تاع صاحب البنايه ولا كيما قالها هو باللغه العاميه الشغل. شنو يطرح السؤال بيني ذكرني معك الاستاذ نفضل نروحوا بين العمال اللي في المشروع ولا حتى صاحب البنايه ما نصيبوهوش وعادوا يتعمدوا بالعاني يسمعوا بالخبر باننا خارجين ويروحوا. القانون هنا قانون جديد راهو طبق النقطة هذه بصراحة هو هنا في المادة 12 يوقع المحضر من طرف العون أو المعول معاون الدولة المكلفين بمعاينة الجريمة ومرتكب الجريمة وفي حالة رفض هذا الأخير التوقيع أو في حالة عدم التعرف على هويته يذكر ذلك في المحضر وتكون لهذا الأخير حجية إلى غاية إثبات العكس. نحتوم بالجواب. أما هذه في حساب مجهول فلا غير محل دراسة، يعني مش أنا نعتبرها مثل أن